النهارده في كابتن محمد اسماعيل وهو المدير الفني لفريق شباب ابها السعودي، طلع النهارده في تويتر او حاجه زي كده، قال انه وفقا لمعلوماته هناك انه الدوري السعودي بيقترب من الالغاء. ده طبعا واضح. خبر جميل من تشيلسي، كنا عارفين اللاعب بتاعهم هودسون اودوي كان اصيب بفيروس الكورونا. اعلن النهارده نادي تشيلسي انه اللاعب خلاص تعافى تماما وعاد الى طبيعته بعد ما هو عزل نفسه في المنزل، وان هو بدا يتمرن زي باقي اللاعبين في البيت بشكل في منتهى القوه للحفاظ على لياقته البدنيه. زي ما قلت لحضراتكم ان الفيروس ده 80% من الناس بيجي لها ويمشي، بيجي لها ويمشي، عندهم مناعه قويه، عندهم بياكلوا اكل صحي، ما عندهمش توتر في حياتهم، بيعيشوا حياه طبيعيه ما فيهاش اكتئابات او غيره وبتاع، وما عندوش امراض مزمنه. ممكن يجي لك الكورونا من غير ما تعرف، من غير ما تحس ويمشي. 80% من الناس ما بتصابش بيه زي ما قلنا قبل كده. اخر حاجه عندي انه النهارده البحرين اعلنت تمديد فتره تجميد النشاط الكروي حتى منتصف يوليو القادم. برنامج يا مساء الانوار مع جنرال الاعلام الرياضي كابتن مدحت شلبي من الاحد الى الخميس في الساعه 11 مساء على القاهره والناس.